هذا ودعا فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان خطيب جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي خلال خطبة صلاة الجمعة إلى الاجتهاد في هذه الأيام المباركة من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. خطيب جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي بين خلال خطبة الجمعة فضائل أيام العشر الأواخر من رمضان، لا سيما وأنه يتخللها ليلة القدر التي تعد خيرا من ألف شهر. هذه الليالي المباركات من رمضان يصدق عليها أن تسمى ليالي الرجاء، لما يرجوه العباد من المغفرة والرحمة والعتق من النيران، ولما يرجونه من إدراك ليلة القدر وقيامها إيماناً واحتساباً، فيكون قيام ليلة خيراً من قيام ألف شهر، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا أن من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، وأن من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، وأن من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، وأن لله تعالى عتقاء من النار في كل ليلة من رمضان، فكيف بعشره الفاضلة؟